إذن ينضم إلينا الآن المعاون الفني لمحافظ بغداد السيدة هدى عبد الأمير، حياك الله. السلام عليكم. السودان تحدث عن مشاريع مجاري أبو غريب، أهمية هذا المشروع إلى أي مدى راح يقدم خدمة للمناطق المشمولة بهذا المشروع، وين وصلت نسبة الإنجاز أيضا؟ نعم، تحية لكم لقناتكم ومشاهدي قناة العراقية الكريمة. حقيقة مشروع أبو غريب هو واحد من مشاريع استراتيجية أربعة هي يعني تتولى محافظة بغداد تنفيذها، اللي هي على الاتفاقية الصينية. نعم. مجموعها تقريبا بحدود 750 مليار، ومشروع الراجدية اللي هو كلفته على المحافظة على تنمية الأقاليم بحدود 60 مليار. هذه المشاريع أهميتها مثل ما تعرفون أنه المناطق هذه عانت من نقص بالخدمات، لذلك كان توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم المباشرة بهذه المشاريع، بعد ما كانت هذه المشاريع معدة تصاميم إلها من سنة 2014، بس الوضع اللي مر بها البلد يعني الأزمة، وضع حرب داعش اللعين، هذا كل يتأدى لأنه هذه المشاريع تتأخر. لكن بفضل المتابعة الحثيثة من لدن السيد رئيس مجلس الوزراء كان يعني مع المحافظة خطوة بخطوة، من ناحية إعادة دراسة للمشاريع، من ناحية إعادة تسعير المشاريع، من ناحية اختيار الشركات الكفوءة والرصينة، قدرنا والفضل لرب العالمين أنه نباشر بهذه المشاريع. مشروع مجاري أبو غريب هو واحد من هذه المشاريع الاستراتيجية، كذلك النهروان والوحدة وسبع البور والراجية. أبو غريب يعني إذا فيما لو تم تنفيذه بعون الله راح يخدم بحدود مثل ما بين التقرير بحدود 360 ألف نسمة خدمته. كذلك بعدنا أبو غريب أيضا بحدود 156 ألف نسمة، أقلها اللي هو الراجدية يخدم بحدود تقريبا بحدود 105 نسمة. هذه المشاريع طبعا بلشت مباشرتها كانت يعني جديدة. المشاريع اللي آخر واحد بلش هو الوحدة شهر الخامس 2024، المشاريع اللي بعدها اللي قبلها يعني الأخرى بلشت بشهر الثالث 2024. نسب الإنجاز حاليا بعدها، احنا مثل ما تعرفون هيج مشاريع ضخمه اكو بالبدايه يصير مسح للموقع من ناحيه التعارضات الى اخره. اذا تسالون تقولون لماذا لم يتم حسم موضوع التعارضات قبل هذه الفتره، لا، التعارضات مثل ما تعرفون المشروع يعني بدايه احالته والتصاميم مالته كانت في سنه 2014، بالتالي اي تحديث يصير تصير هواي تعارضات اندر جراوند يتطلب اعادتها ويتطلب اعاده حسمها، بالاضافه الى الموافقات الرسميه. نعم. من عده دوائر ضمنها دائره الاثار، الزراعه الى اخره. العمل حاليا جاري على اجراء المسح الموقعي، على تنصيب معامل الكونكريت، قسم منها تم نصب هذه المعامل خصوصا صب الركائز، بالاضافه لاستحصال الموافقات البقيه. وايضا هو اكثر واحد مشروع متقدم، مشروع مجاري ابو غريب، الشركه رصينه جدا، حاليا تقريبا نسبه الانجاز تقريبا بلغت بحدود 2-3%. محطة المعالجة مثل ما بين فيلم والتقرير بلشنا بالحفور، بلشنا بأعمال الركائز وفحصها إلى آخره. طيب، على كم مرحلة سيتم العمل بمشروع أبو غريب؟ يعني متى سيكتمل العمل به بصورة نهائية كاملة؟ يعني هذا إن شاء الله إذا ما صار توقف لا سامح الله، إحنا يعني كل الاعتبارات وكل التعارضات تم حسمها وجار العمل عليها. مدة المشروع، هي هذه المشاريع مثل ما تعرفون مشاريع تتعلق بحفر على مسافة تقريبا يعني بحدود 150 كيلو أو 160 كيلو، هاي مسافات طويلة، بالتالي هذا يتطلب وقت. المشاريع مالتنا أقلها هو مشروع الراجدية اللي المدة مالته 900 يوم تقريبا سنتين وشوية، وأكثرها اللي هو النهروان، يعني أضخم الثنين النهروان أبو غريب بحدود 3 سنوات وشوية. يعني بحيل الله إذا ما هي حتكون طبعا مراحل اعتمادا على فقرات العمل اللي نحتاجها. فقرات العمل تعرفون هذا العمل بحفر بأمياه جوفية، نحتاج إنه سحب بفحوصات تأخذ وقت، فإن شاء الله يا ربي يعني نقدر جهود الطيبين إنه هذا يعني المدة المحددة للمشروع يعني ضمن هذه المدة إن شاء الله ما توقفات، بالإضافة إلى إسناد مكتب رئيس الوزراء. ست هدى، هذه المشاريع الاستراتيجية الأربعة، النهروان والوحدة وأبو غريب وسبع البور، هذني أحيلت ولكن لم تنفذ، يعني طرحت لكن لم تنفذ. فور استلام السيد رئيس مجلس الوزراء مهام سماها بالمشاريع الاستراتيجية وأشرف على إحالتها بشكل مباشر وتدخل بشكل مباشر لإنجاز هذه المشاريع، وجود السيد رئيس الوزراء وأشرافه المباشر هذا إش قد راح يساعدكم أنتم كمحافظة؟ إش قد راح يقلل من حجم الضغط عليكم، اختصار الوقت، الجهد، باقي الوزارات وياكم؟ متابعة السيد رئيس مجلس الوزراء
والمكتب مكتب المتابعة فرق المتابعة يعني ساعدتنا وضافتنا الكثير، قللت الكثير من الروتين. دولة الرئيس كان على دراية بأدق التفاصيل، كان على اجتماعات ليس فقط لمشاريع المجاري، كل المشاريع اللي تقوم بها كافة المؤسسات، فك الاختناقات، مستشفيات، كن حضراتكم كقناة عراقية مواكبين أيضا بالمحافظة بالمستشفيات اللي إن شاء الله بالقريب العاجل راح يتم افتتاح الشعب والحرية الشعب والفضيلية والنعمان إلى آخره، حيثيات كثيرة، مكتب رئيس مجلس الوزراء ودولته شخصيا تدخل بها، هذا كله أضاف لنا وساعدنا جدا جدا. يعني ما أبالغ إذا أقول معدل 50-65-75% يعني ساعدنا أنه ننجز، دخل دولته بأدق التفاصيل بالكتب اللي موجودة بالتخطيط، بالكتب اللي موجودة بالمالية وتأشيرة المالية، كان على تواصل مستمر عن طريق فرق المتابعة والمكتب اللي يعني بمكتب رئيس الوزراء، سهلت لنا هواي. فإن شاء الله بهذه المتابعة الحديثة الموجودة رح نقدر نتمكن أنه ننجزها بالوقت المحدد. طيب ذكرتي أنه مشروع مجاري النهروان السقف الزمني لإنجازه هو 3 سنوات، ما الذي سيحققه بالضبط هذا المشروع؟ يعني مثل ما تعرفون الأطراف مالت بغداد، إحنا كمحافظة معنيين بالأطراف، يعني معدمة تقريبا تفتقر لأدق يعني الخدمات اللي يحتاجها المواطن، مرت سنوات كثيرة على هذا الحال، الوضعية اللي كانت يعني المشاريع يعني إحنا من يعني أمانة الحكومة الحالية يعني واضعة كل ثقلها على تنفيذ. أول ما استلم دولة الرئيس كان لقاء مع كادر المحافظة متقدم، التأكيد على البنى التحتية وانطى أولوية للبنى التحتية، البنى التحتية مجاري ماء، ثم حتى بوقتها أكد أنه موضوع الإكساء وغيره خلي يكون هذا مشاريع نهائية نعالج يعني أول مرة البنى التحتية، يلا بعدين نتوجه اللي هي الماء المجاري بالضبط. بعدين ما فوق يعني ست هدى، احنا عندنا مشاريع بنى تحتيه وعندنا مشاريع فوقيه، فبالتالي ما ممكن انا انفذ المشاريع الفوقيه اذا ما انجز المشاريع البنى التحتيه. يعني افهم من كلامك انه المشاريع باطراف العاصمه بغداد ضمن اختصاص المحافظه متوقفه على انجاز مشاريع المجاري. اكيد خطه المحافظه ايضا، احنا باجتماعات دوريه ومثل ما بينت لحضراتكم قبل قليل، يعني حاليا مجلس المحافظه هو على درايه بالخطه وعده اجتماعات عقدت انه التاكيد يصير على مشاريع البنى التحتيه، تم حذف الكثير من المشاريع اللي هي تكون فوق الارض، فصار التركيز على خدمات البنى التحتيه اللي هو دور المحافظه، بعد ما ننجزها بحيل الله هذه المشاريع ان صوله جديده بالمشاريع اللي هي ما فوق الارض اللي هي هذا مو معناته انه مشاريع المدارس لو المستشفيات توقف ابدا، نستمر بالمواقع اللي ما تكون بالمواقع اللي ما تكون يعني تتعارض مع مشاريع البنى التحتيه. اكو مشاكل والامور ماشيه لحد هذه اللحظه؟ والله المشاكل أكثر المشاكل عم تكون على دراية والمشاهد الكريم، أكثر المشاريع تأخرها هو بسبب التعارضات، موضوع التعارضات. أما بخصوص الأوراق والكتب ما بين الدوائر دنستخل وجود فرق المتابعة ومكتب رئيس الوزراء بهذه على مود نقلل الروتين ونسهل يعني اتخاذ القرار. سيدة هود عبد الأمير المعاونة الفنية لمحافظة بغداد، شكرا جزيلا. أشكركم. شكرا جزيلا.